السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رندات أم معاد. كدعوكم تشاركوا في القناة ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. اليوم عندنا واحد الريس ساهل كما كتشوفوا بحال هكا بالعقيق، كيتخدم دغيا كيطلع. ها هو كتشوفوا مزيان، قرب لكم الكاميرا باش يبان لكم مزيان. ها هو شفتوا، ها هو درت هنا اللون لتحت مفتوح باش يبان لكم مزيان. مع عندي هذا اللون خزي مغلوق، ها هو كنقولوا لي عينو حاجب. ها هو كنخدموه بالعقيق وكنديروا عليه الحبكه. ها هي نبداو، ها هو كيكون اصلا الخيط هكا، كيكون يا اما كنديروه اول وحده غنبداو ولا كيكونوا كنكملوا عليه. كنديروا العقيق ديالنا هنايا، ها شفتوا درت واحد العقيقه، وكنحاولوا نحترموا المسافات باش يكونوا قد هادي قد هادي باش يبان عندنا نفس العبار. كاين اللي كيدير الحبكه لتحت عاد كيمشي عليها باش يجي نفس العبار، وكاين اللي ما بغاش يقدر يخدمو غير هكا وعينو مزيان. ها هو كنجيو لهنا كنضربو هنا الخيط في التوب هنا كيبان لكم هكا، كنكرسو عليه. شفتو كيفاش كنجيو عاوتاني هنا كنرجعو كيكون الخيط هنايا، رجعو الاخر هنايا بليصه كنديرو هنا كنكرزو الخيط ديالنا. شفتو كيبان لكم مزيان، كنجيو اول وحده كنشدو هنا لتحت باش نشدو الخيوط بجوج اللي درنا، ماشي غير خيط واحد، بجوج كنشدو هنا كنديرو العقده الاولانيه من هنا شفتوها باش نكرزوها، ومن بعد كنبقاو نديرو غير الحبكه. الحبكه كيفاش كيكون الخيط ديالنا الفوق، كيكون الخيط ديالنا الفوق كنبداو نخشيو هنا لبرا من هنا وكنحبكو هكا. حيت اللون مغلوق يمكن ما كيبانش لكم مزيان، ها هي كنديرو هكا. شتو كيفاش كنحبكو هكا، حتى كنفوتو النص. مازال كنحبكو عاوتاني حتى كنفوتو بحال هكا، كنفوتو النص. من بعد كنديرو هكا كنشدو كنلوحو الخيط الفوق، كنلوحو الخيط الفوق بحال هكا كما كتشوفو، باش كنديرو هاد السنينه اللي كتكون عندنا هنايا كتبقى مقنته بحال هكا. ها هي كندخلو هكا كنضربو هنا، كتشوفو كيفاش البرا. ها هي كنضربو هكا كنخرجو البرا، كنجيو لهنا هاد الخويات لهنا. يعني شفتو كنشدو بالبرا وكنحاولو نخرجو هاد الراس هكا. كنرجعو عاوتاني نكملو الحبكة ديالنا عادي. شتو كيفاش كتبان لكم، نقرب الكاميرا عندكم تبان لكم مزيان. صافي غنكملو الحبكه ديالنا عادي. نعمرو عليها حتى كتعمر مثل الخويط اللي عندنا كيعمر كامل. شفتو هكا كما كتبان هكا سنينه كتعمر كامل. باش انا غنحول لكم التوب البيض هكا باش تبان لكم الخدمه مزيان. شفتو كيفاش هكا كيفاش كتجي حبوكه كامله بحال هكا ملي كتعمر. كنجيو عاوتاني كنضربوا الخيط هنا، كنضربوا في هذه البلاصه باش نسدو هكا. شفتو كيفاش كيبان، وعاوتاني نشدو عاوتاني البرا ونديرو فيه عقيقة واحدة أخرى. نمشيو عاوتاني هكا، كنبقاو غاديين خدامين بنفس الطريقة اللي خدمنا بيهم هكا
شو كيفاش كيجي ظريف زوين و سامبل وواضح، ما فيش شي حاجه صعيبه. غير سمحوا لي الا ما بانش لكم مزيان حيت خزي مغلق، خاصك تكون ها هو. شفتوه كيفاش داير؟ كيجي زوين بسيط وسهل. نتمنى يكون عجبكم الدرس ديال اليوم ويجيكم بسيط وسهل. سمحوا لي اللون الا بان لكم مغلق شويه، نقدر دابا ان شاء الله نعاود بلون اخر مفتوح باش يكون الدرس مفهوم. شكرا، وما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. السلام عليكم.